تقرير أممي جديد يثبت انتهاك إيران للقرار الدولي 2216 مع استمرار دعمها للميليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات بدون طيار. لجنة من الخبراء فحصوا حطام 10 صواريخ استهدفت السعودية. التقرير كشف إرسال إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى وأسلحة أخرى إلى اليمن. فحص حطام وأسلحة الحوثيين تظهر خصائص مماثلة لأنظمة معروفة في إيران، يعتقد الخبراء أنها صنعت خارج اليمن أو شحنت أجزاؤها للداخل وجمعها الحوثيون. إيران زعمت أن الصواريخ نسخة مطورة من سكود وجزء من الترسانة اليمنية، ونفت دعمها ماليا للحوثيين في الحرب التي أودت بحياة 10,000 يمني. إلا أن تقرير الخبراء يفيد بدعم إيران ماليا للحوثيين على شكل وقود، رغم الحظر الدولي المفروض على إرسال الأسلحة والمساعدات منذ عام 2015.